الدولي للصيدلة واللي كان الحضور الإفريقي فيه قوي جدا في مراكش هو الدورة العشرين، الدورة العشرين لهذا المنتدى منذ التأسيس ديالو، الاستضافة ديالو في المغرب كيعكس الاهتمام ديال المغرب بالعلاقات المغربية الإفريقية والإفريقية الإفريقية والتعاون جنوب جنوب، ولكن أيضا كيعكس اهتمام المغرب بتطوير قطاع الصيدلة على جميع المستويات، سواء كان صيدلي اللي هو الصيدلي صاحب الصيدلة أو الصناعة الدوائية أو مختلف الجوانب ديال الصيدلة وتطوير الأدوية والسلامة الدوائية والنجاعة والجودة في الخدمة اللي كتعطى على هذا المستوى. فلذلك المنتدى فيه نقاش ديال هذه الأمور، وحنا أنا عبرت على أننا مهتمين بالنتائج اللي غادي يخرج منها، اللي غادي تخرج من هذا المنتدى، ومهتمين باش نشوفوا هذه النتائج كيفاش غادي تطور الصناعة الدوائية وتطور قطاع الصيدلة. مدام جميشو ونغاب الاسيستانس ونسي engagé à nous revoir depuis la réunion de mars dernier. والمحور هذه السنة الأساسي هو المحور المرتبط بالسلامة والأمن الدوائي ديال الأدوية وديال المنتجات الصحية كمدخل أساسي لولوج آمن للدواء وكذلك لاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية والأنظمة الصحية على مستوى الدول المشاركة وبشكل عام. المغرب بطبيعة الحال له تجارب مهمة في هذا المجال. المغرب يعني تم إزداء أعطوه الرئاسة، يعني الرئاسة ديال الشبكة الإفريقية للمديريات ديال أو للسلطات ديال الأدوية عبر إفريقيا، المديرية الأدوية بالنسبة لنا في المغرب، وهذا شرف في المغرب واعتراف بالنسبة للمجهودات اللي كتقوم بها هذه المديرية من أجل توفير دواء آمن سليم، وفي نفس الوقت المجهودات اللي قامت بها على مستوى يعني المراقبة ديال الدواء عبر تعزيز الدور ديال المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، واللي كيخلي المغرب واللي هو مختبر معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية، واللي كيخلي المغرب يكون في المنطقة الأوروبية يسمى لازون أوروب بالنسبة للدواء، ولذلك الدواء المغربي يصدر بجميع أنحاء العالم، و10% ديال الإنتاج الوطني اليوم تقريباً اللي كيمشي للخارج خاصة في إفريقيا. Pendant ces deux jours, pendant ce conclave, on va essayer d'élaborer un certain nombre de recommandations dans le but et d'améliorer l'exercice du pharmacien d'officine et le sécuriser, d'améliorer l'acte biologique et le sécuriser, et d'améliorer aussi l'apport des industriels et des fabricants répartiteurs et les aider un petit peu à améliorer leur apport à la santé du citoyen, sans oublier des thématiques d'actualité, notamment le médicament falsifié. Il a été question tout à l'heure de parler du rôle du pharmacien dans le conseil, et l'ensemble des experts qui sont venus un peu de partout, notamment du Canada et de tous les pays d'Afrique et de France, et beaucoup de pharmaciens maghrébins sont venus pour essayer de trouver des voies pour aider la pharmacie à s'adapter au développement qu'elle connaît. La pharmacie d'hier n'est pas la pharmacie d'aujourd'hui. Nous entendons les ambassadeurs de leur pays présents parmi nous par ordre alphabétique, et je vous demanderai de manifester votre présence parmi nous. L'Algérie, mesdames et messieurs.